مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نشرح المحاضرة الخامسة من الميكروبيولوجي. هي محاضرة بيها شوية من التعقيد، وبالبساطة راح نحكي بيها عن الإمراضية، شنو العوامل اللي تزيد الإمراضية مال البكتيريا، وكذلك راح نحكي طرق الانتقال المادة الوراثية في البكتيريا بنهاية المحاضرة. أول شيء إحنا عندنا هنا يحكي عن العلاقات التعايشية بين الكائنات الحية المجهرية. هذه الكائنات تكون أكو ثلاثة من العلاقات بيناتها. أول شيء عندنا ميوتيوليزم، اللي هي الكائنين اثنين هن يستفادن من هذه العلاقة. إنه مثلا طلاب شطار اثنين أصدقاء، هذول الطلاب متعاونين، واحد يقرب الثاني، فهذا الطالب دا يستفاد من هاي العملية، وهاي الطالب الثاني هم دا يستفاد، والحياة سعيدة باثنيناتهم. الثانية كومينساليزم، بهاي العلاقة انه اكو طرف راح يستفاد والطرف الثاني لا راح يستفاد ولا راح ينضر، باقي على وضعه. فطرف راح يستفاد والطرف الثاني راح يضل على وضعه، لا يستفاد ولا ينضر. المثال على هذه العلاقة عندنا مثلاً بالجسم النورمال فلورا اللي عندنا موجودة بالمعدة وموجودة بغيرها. هذه النورمال فلورا تستفاد من جسم الكائن الحي، ممكن هي تسبب له فائدة، بس هي يعني ما راح تضرره للجسم، وإذا تكون يعني وإذا صار ضرر عود من المريض يتمرض ممكن ينضرر، بس بالوضع الطبيعي إنه ما راح يتضرر بهاي العلاقة اللي بيناتهم. هاي البكتيريا راح تستفاد والإنسان ما راح يتضرر من عندها. الثانية باراسايتزم، الباراسايتزم طرف راح يستفاد والطرف الثاني يتضرر، وهذه هي العلاقة بين الكائنات الممرضة على جسم الإنسان. يعني هذه من تغزو جسم الإنسان هي راح تستفاد، تأخذ مغذيات وغيرها من جسم الإنسان، وجسم الإنسان راح يتضرر نتيجة لحدوث المرض. نجي للإنفكشن. الإنفكشن هو غزو كائن معين بواسطة الكائنات المجهرية. مثلا جسم الإنسان، عملية الإنفكشن اللي تصير، الكائنات المجهرية اللي تجي لي برا وتخترق جسم الإنسان وتسبب له مرض، هي هاي عملية الإنفكشن، الاحتلال الذي يتعرض له الجسم بواسطة كائنات مجهرية، وهذا راح يتضمن تكاثر هاي الكائنات المجهرية، كذلك هوست رياكشن اللي هي الدفاعات مالاته. مثلاً راح يرفع حرارته، راح يسوي ماكروفيج، كريات الدم البيض راح تشتغل، غيرها. هذا هو الانفكشن. Source of infection، هنا source of infection ما بيها إنه أشياء يحتاج تعقد نفسك بيها، إنه المصادر ممكن تكون human إنسان، ممكن تكون animal حيوان، وبحالة الانيمال نركز على موضوع zoonosis، المرض اللي يتسبب من حيوان إلى إنسان، هذا راح يصير عندنا اسمه زونوسيس. عندنا السويل، التربة كذلك تكون مصدر العدوى، فود الطعام، مثلا الستافيلوكوكل تسمم للطعام ننتبه لها، والووتر اللي هي مثلا عندنا الفايبريو كوليرا والهيباتايتس، احفظ اللي تريده من عندهن، ذني يتواجدن بالماء وممكن يسبب لنا عدوى. يعني باختصار ركز على هيومان بس تعداد مالته، الانيمال بس انيمال، والمرض اللي يتسبب عن طريق الانيمال من الانتقال الكائنات المجهرية من حيوان الى انسان، زونوسيس، سويل، فود احفظ الستافيلوكوكال تسوي اللي تسمون بالفود، الووتر احفظ فايبريو كوليرا، والهيباتايتس بطريقك، هاي تكون شغلة زين. نجي إلى portal of entry and transmission، شلون هذه الكائنات المجهرية راح تدخل إلى الجسم وتسبب لنا الانفكشن، تسبب لنا المرض. أول شيء عن طريق الجهاز التنفسي اللي من تريتراكت الجهاز الهضمي،
السكن الجلد جينيتال تراكت الجهاز التناسلي. هذني أربعة حفظناها. هذني الأبواب، خوش هذه الأجهزة اللي موجودة بالجسم من خلالها راح تدخل الكائنات المجهرية. ثانيا عندنا مود اوف ترانسميشن، هاي هنا يعني حتى تكون الفكرة واضحة انه هو يحكي لك الكائن المجهر شلون يطب وشلون دا ينتقل. خوش فهنا حكى لك انه من هاي الأجهزة راح يطب. مود اوف ترانسميشن، اول شيء عندنا عن طريق الانستنشاق اللي هو الانهاليشن، عندنا عن طريق الانجستشن يعني الاكل الجهاز الهضمي يعني طعام غذاء، السكن كونتاكت مثلا حشره، هذه حشره لدغه الانسان عن طريق هذه الحشره راح تصير عندنا امراضيه، بلد ترانسفيوجن عن طريق نقل الدم، سيكشوال كونتاكت اللي هو الاتصال الجنسي. هذني المود اوف ترانسميشن، انهاليشن، انجستشن، سكن كونتاكت، بلد ترانسفيوجن، سيكشوال كونتاكت. هسه هذني الخمسه الفوق يسموهن هوريزونتال ترانسميشن. هوريزونتال ترانسميشن عندي ترانس بلاسينتال اللي هو من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة، هذا يسموه vertical transmission. فعندنا نوعين من الترانسميشن، المود اوف ترانسميشن. horizontal يتضمن ذن الخمسة inhalation, ingestion, skin contact, blood transfusion, sexual contact. و هاي horizontal، vertical هو trans placental اللي هو من الأم إلى جنين. بكتيريال باثوجينيسيتي، باثوجين شنو هو؟ الكائن المجهري القادر على أن يسبب المرض، هذا يسموه باثوجين، يسموه ممرض. مايكرو أورغانزم ذات إز أيبل تو بروديوس ديزيز، كائن مجهري يقدر يسبب لنا مرض، هذا يعتبر باثوجين. باثوجينيسيتي شنو؟ The ability of microorganism to cause disease in another organism، قابلية الكائن المجهري أن إلى أن يسبب مرض، هذه pathogenicity اللي هي الإمراضية. هنا يقول لك عندنا العلاقات راح يحكي لك إياها باختصار وأنا راح أوضح لك إياها. بالبداية من حكينا هنا العلاقات بين الكائنات الحية، كومينساليزم ركز عليها، هذه طرف يستفاد وطرف ثاني ما يتأثر، وباراسايتزم طرف يستفاد والطرف الثاني يتضرر. هنا أنا راح يجي سولف لك عنها. يقول لك الستافيلوكوكس أوريوس والستربتوكوكس نيمونيا هذني نورمال فلورا، هذني موجودات طبيعية بجسم الإنسان تربط بينهن وبين الإنسان علاقة كومينساليزم. كومين ساليزم هن يستفادن وجسم الإنسان يتضرر، وكذلك ممكن تصير علاقة برا سايتزم علاقة تطفلية. إش وقت هذه الكائنات من الجسم يضعف مثلا يسخن تصير بمرض الدفاعات مالته ترتخي، هذه ممكن تروح تاخذ مواد غذائية من جسم الإنسان تأثر على مواقع معينة بجسم الإنسان، ما راح تسبب لنا مرض، هي مرض كامل لا، راح تسبب له ضعف بالجسم، فبهاي الحالة هي راح تكون باراسايتك. فهي بالوضع الطبيعي كومينساليزم علاقة انه هي تستفاد وجسم الإنسان ما يتضرر، بس بحالة انه يكون الجسم اصلا تعبان لا، ممكن انه تسبب يعني أعراض من الضعف في جسم الإنسان. يقول لك هذه نوع من العلاقات. يقول لك أكو علاقات ثانية، مثلاً الباثوجين. الباثوجين قلنا هو الكائن المجهر القادر أن يسبب مرض، هذا يربط بجسم الإنسان علاقة واحدة، هو obligate pathogen. obligate pathogen يعني ما عنده انه علاقه كومينسايليزم مثلا هو يستفاد والجسم ما يتاثر مثلا، لا،
علاقته الوحيدة أنه هو يطب حتى يسبب مرض. هذه انتبهنا لها. أوبر تيونستيك باثولوجي، هذا الانتهازي. الانتهازي حتى أحكي لك إياه ببساطة، الانتهازي هو مثلا عندنا اللي حكينا قبل شوية الستافيلوكوكس أوريس أو الإيكولاي، هي عايشة بعلاقة طبيعية كومينساليزم ويا جسم الإنسان، هي تستفاد والجسم ما يتضرر. من تنخفض الدفاعات مال جسم الإنسان هي راح تكون انتهازية، راح تنتهز الفرصة وتسبب لنا مرض، تسبب لنا أعراض من الضعف، من انخفاض المناعة إلى آخره. الأمراض اللي تسبب عن طريق هاي الكائنات هي الكائنات اللي أصلاً موجودة داخل جسم الإنسان. ستافيلوكوكس ما أجت من برا، لا هي أصلاً موجودة داخل جسم الإنسان. فهذا النوع من المرض يسموه إندوجينوس بكتيريال ديزيز، إندوجينوس بكتيريال ديزيز. أما أكو ممرضات ثانية تجي من برا، هذه الأمراض اللي تجي من برا لا راح يعتمد إنه سواء من برا سواء من جوا، الإمراضية والعلامات والأعراض راح تعتمد على عدة عوامل. مثلا إحنا إجتنا إمراضية، إجتنا ممرضات من برا، شلون راح تكون الأعراض مالتها قوية؟ لو تكون ضعيفة تعتمد على route of entry، هي من طبت عن طريق الفم، طبت مباشرة إلى الدم، هاي تختلف. number of infectious bacteria، عدد البكتيريا، العدد مالتها كل ما كان أكثر كل ما كان المرض أقوى. وهوز ديفنس، الدفاعات مال الجسم قوية ضعيفة، إذا كانت ضعيفة راح تطلع لها أعراض، الأعراض مالتي يعني الإنسان راح حيل يتمرض، إذا كانت الدفاعات قوية لا راح ما تبين عليها بقوة. فهنا موضوع الباثوجينيسيتي الإمراضية سواء كانت داخلية أو خارجية راح عدة عوامل تحدد الضراوة مال المرض وقوته، اللي هو طريقة الدخول، العدد مال البكتيريا اللي تدخل، والدفاعات مالتنا. فيرولنس شنو هي الفيرولنس؟ هي degree of ability of microbe to produce disease. شوف الباثوجينيسيتي هو الجسم الباثوجينيسيتي قابلية الكائن المجهري حتى يسبب لي مرض. خوش هسه هذا مرض ضعيف، هذا مرض قوي يسبب مرض. الفيرولنس الدرجة مال القابلية مالته، مثلا عندك كائن مجهري هذا كلش خطر، مجرد ما راح يلوح جسم الإنسان راح يسبب له مرض. أكو كائنات ثانية لا تكون ضعيفة، فما عندها مثلا لواحق كافية أنه تسبب مرض بسرعة لجسم الإنسان. شنو هذه اللواحق؟ مثلا عندنا الكابسول اللي راح يساعدها يحميها ويساعدها على الالتصاق بالجسم، عندنا الإنزيمات، عندنا التوكسينات السموم، البكتيريا مثلا اللي عندها كبسول عندها إنزيمات عندها توكسينات، هاي درجة الإمراضية مالتها راح تكون جدا عالية. اللي ما عندها لا درجة إمراضيتها تكون ضعيفة لأن هي كائن ضعيف. هذه هي الفيرولنس. وبهذا الشرح حاكي لك اياها نفس هذا الحكي اللي هسه انا حكيت لك اياه، انه هي هاي الخصائص مال البكتيريوم، هاي الخصائص اللي يمتلكها البكتيريوم هي اللي راح تسبب لنا الفيرولنس مالته، يكون اما فيرولنس عالي او فيرولنس واطي. زين بعد ما كملناها هذه هسه راح يجينا على بكتيريا ساتز كلوستريديام تيتاني وكورينوباكتيريوم ديفثيريا. هذه symptoms of which depend on single genetic trait in bacteria the ability to produce toxin. هنا اهم الاعراض مالتها عايد وحاكي لك نفس الحكي، انه عندك هاي البكتيريا اللي موجوده
الامراضية مالتها راح تكون عالية وتنتج لي مرض بالاعتماد على قابليتها لإنتاج السموم. كل ما كانت قابليتها لإنتاج السموم عالية بالتالي راح تسبب لنا أمراضية أكثر وتسبب لنا أمراض أكثر. فهذا الشرح إنه الفيرولنس هو درجة قابلية الميكروب لإنتاج مرض. عندنا لازم يمتلك يعني عدة أشياء بجسمه، مثلاً كبسول إنزيم توكسين حتى يسبب لي. ذني كان هواي راح يسبب لي أمراضية قوية، كان قلات ما راح يسبب أمراضية قوية. هنا أنا راح يحكي ويسالف إنه شنو المراحل اللي من خلالها الكائن البكتيري راح يسبب المرض. يعني أنا من طب للميكروب من طب إلى أن طلع شلون سبب لي المرض، ليش صار المرض. هنا أنا راح يسالف لنا أول مرحلة عندنا الادهيجن تو هوست سيل. هنا الكائن الممرض راح يلتصق بالسطح مال الإنسان بالاعتماد على ريسبترات، بالاعتماد على ريسبترات. هذن الريسبترات يكون مثلاً هذا الريسبتر يكون موجود على الجلد، فالكائن المجهري على نظرية القفل والمفتاح، فراح يدخل بالرسبتر اللي خاص به وبالتالي راح يلتصق في جسم الإنسان أو جسم الكائن اللي يريد يسبب له مرض. بعد ما التصق، هسه احنا الكائن البكتيري راح جسم الإنسان والتصق به، بعد الالتصاق ايش راح يصير؟ راح تبدي مرحلة من الانتشار. هسه هو مثلا عن طريق الجهاز الهضمي طب بريتشنج اوف هوست راح يبدي يعبر الحواجز او الدفاعات مال الجسم. هنا أنا ببساطة انه يحكي لك هذا الكائن المجهري راح يفرز انزيمات، هاي الانزيمات تسوي لي دامج تو هوست سيل حتى هو يخترق الأنسجة مال الجسم. راح يفرز هذه الإنزيمات حتى يذوب هذه الأنسجة ويبدي يخترقها ويدخل ويبدي يخترق ويدخل إلى داخل جسم الإنسان إلى أن يوصل للعضو اللي هو يريده. فرز الإنزيمات مالته، فرز السموم مالته، بدأ يخترق بدأ يخترق بدأ يخترق إلى أن بالأخير راح عندنا هذا الترو بيزم. هذا التروبيزم مثل المغناطيس، مثل المغناطيس، ويكون الكل كائن مجهري معين يروح إلى مكان معين بالجسم. مثلا نوع من البكتيريا خلي نقول تشتغل على الدماغ، تضرر الدماغ، التروبيزم مالتها المغناطيس مالتها راح يكون بالدماغ. فالكائن المجهري بشكل بوضع الطبيعي اجى على الجلد راح يبدي يخترق أنسجة الجلد، يخترق ويروح لهذا التروبيزم. موجود بالدماغ راح يروح بالدماغ، موجود بالقلب راح يروح للقلب، موجود بالكبد راح يروح للكبد، ويروح هناك إلى العضو المعين اللي هو يستهدفه. أول شيء بعدها النقطة اللي بعدها strategy to overcome non-specific defense. هنا الكائن المجهري راح يستخدم استراتيجيات حتى يتغلب على الدفاعات مالتنا. ونرجع نعيد من البداية باختصار، أول شيء عندي الكائن المجهري التصق بالجلد عن طريق الريسبترات، بعدها اخترق أنسجة الجلد وبالإنزيمات والحوامض مالته والسموم وهذا النيكولاتين، اخترق اختراق إلى أن وصل إلى العضو اللي هو يستهدفه. قلنا بالاعتماد على هذا التروبيزم كل بكتيريا العضو اللي تريد تخترقه بتروبيزم معين هو بمثابة المغناطيس، بالقلب بالدماغ بالكبد، وين هي التروبيزم مالتها تروح تستهدفه. من وصلت لي هناك دفاعات الجسم راح تشتغل، يريدون يتخلصون من هذا العدو اللي احتل الجسم. هاي البكتيريا راح تسوي استراتيجيات حتى تقاوم الجسم.
أكو non-specific difference. Non-specific difference. بهاي non-specific difference. Non-specific difference. إنه الكائن المجهري ما دا يخصص شيء حتى يواجه الدفاعات. يعني مثلا هو عنده كابسول، هو عنده سيل وول، هذن يعني هن عموميات موجودات بالجسم، فلذلك هن موجودات الجسم راح يدافع عنها. بس عنده دفاعات ثانية اللي هي تكون سبيسيفيك. هذا السبيسيفيك شنو؟ انه الكائن المجهري راح يفرز لنا مثلا IgA بروتيز. هذا اوعدنا مولكيولار ميميكراي. شنو هذني؟ هاي المولكيولار انه الجسم راح يتخف، الكائن المجهري العفو راح يتخفى، يلبس ملابس مشابهه لخلايا جسم الانسان. فلذلك من راح تجي كريات الدم البيض تدور ما راح تميز هذا الكائن المجهري، وما راح تقدر تدمره. فهاي حالة تعتبر سبيسيفيك. ثانيا عندنا الاي جي اي بروتيز يفرز هذا الانزيم، وهذا ان استخدامات الانزيمات مهمة، اللي هو يحطم الاميونو جلوبيولين، اللي كذلك راح يعطل من دفاعات الجسم ويمكنه من الالتصاق. فهذه استراتيجيات من خلالها راح يتغلب، هاي الاستراتيجيات من خلالها راح يتغلب الكائن المجهري على دفاعات الجسم. آخر شيء دمج، الضرر اللي دا يصير نتيجة للهجوم اللي دا يصير من قبل الكائن المجهري، ونتيجة للتفاعلات اللي دا تصير، مثلا الجسم دا يطلع كريات دم بيض، دا يطلع ماكروفيج، تصير عمليات التهام، معركة طويلة تصير، راح ينفرز السيتوكاين اللي هو هذا يسوي لي، يعني بسببه ممكن يصير تخثر في الدم. هاي الأضرار هي اللي تصير بجسم الإنسان نتيجة للمعركة الدائرة بين البكتيريا من جهة وبين دفاعات جسم الإنسان من جهة ثانية. راح ترتفع الحرارة وراح يصير نحول وراح يصير بلاوي بسبب هذه المعركة الجارية. فهذن النقاط راح نعيدهن باختصار. ركز. أول شيء التصاق، التصقت بالجلد مثلا. ثاني شيء انتشار، وعن طريق التروبيزم راح توصل للعضو اللي هي تريد تستهدفه. ثالث شيء استراتيجيات دفاعية، الدافع عن نفسها ضد الجسم. ورابع شيء عندنا اللي هو الدمج اللي دا يصير نتيجة للتفاعلات اللي دا تصير بين الكائن المجهري وبين جسم الإنسان، اللي هي inflammatory reaction. Some important my virulence factor. بعض الأشياء اللي ممكن تلكها الكائنات المجهرية تكون أكثر قدرة على تسبيب الأمراض. عندنا الكابسول، هذا الكابسول راح يوفر للكائن المجهري قابلية للالتصاق adherence، وكذلك prevent phagocytosis from adhering to bacteria، راح يمنع الفاغوسايتوسيس خلايا البلعمة اللي موجودة في جسم الإنسان، ما راح تقدر تلتصق بالبكتيريا وتبتلعها. باختصار انتي فاغوسايتك فاكتور، يعني مضاد ل العوامل البلعمة اللي موجودة بدم الإنسان. فالكبسول هي عملية التصاق تساعد البكتيريا من الالتصاق بجسم الإنسان، وتمنع خلايا البلعمة من الالتصاق بالبكتيريا والقضاء عليها. البلي اللي هي هم وظيفتها التصاق. الإنزيم، هذن الإنزيمات مهمات حالهن حال الكبسول وغيرها. فالإنزيمات عندنا أول شيء كولاجينيز وهياليرونيديز، هذني تفتت الكولاجين وهياليرونيك أسيد، وهذا راح يساعد البكتيريا مثل ما حكينا من تروح على جيتريت تخترق، راح تفرز هذني حتى تخترق الأنسجة والطب اللي جوا. عندنا ثانيا كواجوليز اللي هو راح يسوي لي الفايبرين كلوتس من الفايبرينوجين، وهذا راح يؤدي إلى حدوث
تخثر. الاي جي اي بروتياز هذا الانزيم اللي هو ديجريد اميونوغلوبولين وراح يسمح للبكتيريا بالالتصاق بالاغشيه المخاطيه. اليوسيدين اللي هي تدمر النيوتروفيل والماكروفيل. هذا النسبيسيفيك ديفنس اللي من حكينا على الاستراتيجيات. عندنا الهيمولايسين اللي هي تدمر كريات الدم الحمر. عندنا التوكسينات اكسوتوكسين واندوتوكسين. الاندو الاكسوتوكسين والاندوتوكسين نركز على اشياء معينه بيها، انت المفروض كلها انت قراها بس انا احكي لك الاكثر اهميه. عندنا التعريف مالت الاندوتوكسين اللي هو لايبوبولي سكرايد او بروتين كومبلكس. هذا ينفرز من الخليه تموت، من البكتيريا تموت ينفرز الاندوتوكسين. اما الاكسوتوكسين هو بولي بيبتايد وينفرز من بعض انواع البكتيريا، من بعض انواع البكتيريا. اللوكيشن تريد تقرا اقرا. التوكسيسيتي الاندوتوكسين مودريت، الاكسوتوكسين هاي. خليني اركز لك على شغله، هذا المودريت يحتاج الى كميات كبيره من عنده حتى يسوي لي سميه، اما هذا الاكسو كميات قليله من عنده تسوي لي سميه عاليه، فهذا السميه مالته عاليه، كميات قليله من عنده كافيه تسوي لي سميه قويه. جرام نيجاتيف بكتيريا من تموت الجرام نيجاتيف بكتيريا، اما هذا ينفرز من بعض الانواع من الجرام بوزيتيف ومن الجرام نيجاتيف. الموليكيولار ويت اوزان هندني، وهذا حكيت لك اياه ضمنا انه هذا الوزن مالته عالي ويعطيني امراضيه قليله، هذا الوزن مالته قليل ويعطيني العفو سميه عاليه، هذا الوزن مالته قليل ويعطيني سميه عاليه. الحساسيه للحراره البويلنج طبعا هاي دنيتشرينج اون بويلنج. ليش؟ لانه بالبويلنج اصلا الكائن المجهري هو اصلا راح يموت وينتهي، فلذلك راح يموت وياه، هذا محفوظ من يموت الكائن المجهري هو راح يتبخر وياه لان موجود داخل الكائن المجهري، وهذا هم كذلك يتدمر. زين ديتكتد ديزيز انزيماتيك اكتيفيتي اولويز هاي نوت الإفكت مالتهن. طبعا هذا الاندوتوكسين يسوي لي فيفر، يسوي لي دياريا، يسوي لي فوميتنج. الاكسوتوكسين يعني تفضل النيوتراليزيشن. الفاكسين من ناحيه الفاكسين الاندوتوكسين ما راح يتاثر بالفاكسين، الاكسوتوكسين يتاثر بالفاكسين. ليش؟ لان الاندوتوكسين هو قاتل داخل جسم الجسم، اما الاكسوتوكسين هو يطلع من الجسم باي وقت، فلذلك الفاكسين راح تكون الى اهميه عاليه. هاي قلناها كميه كبيره تعطيني يلا تسبب مرض، هذا كميه صغيره تسبب لي مرض. وهاي امثله ايكولاي مثلا هنا ستريبتوكوكس وغيرها. اللي هنا أنا خلصنا من هاي، هسه وصلنا إلى الجينيتيك ترانسفير. هنا الموضوع معقد، مو معقد هو بس يحتاج إلى تركيز، فخليك ويانا. جينيتيك ترانسفير بكتيريا ريبروديوس باي بروسيس باينري فيجن، يقول لك إنه البكتيريا تتكاثر عن طريق الانقسام الثنائي. وهاي راح يحكي لك انه الكروموسوم راح يتضاعف بالانقسام الثنائي ويصير بالخلية الاولى اكو كروموسوم وبالخلية الثانية يصير كروموسوم، فانت الشيء اللي تركز عليه ان البكتيريا تتكاثر بالانقسام الثنائي. جينيتيك ترانسفير اللي هو ميكانيزم باي ويج دي ان اي ترانسفير فروم ذا نيرف سيل، يقول لك الدي ان اي بهاي العملية ينتقل من الواهب اللي هو دونر الى الريسبنت اللي هو المستقبل، وراح يتكون لنا دي ان اي جديد راح بداخل المستقبل. البلازميد طبعا ذني كلهن راح ناخذهن احنا بشكل اكثر. البلازميد اللي هو دي ان اي اللي ينفصل
اللي يعني دي ان اي ما له علاقه بالكروموسوم، هو قطعه من الدي ان اي طالعه من الكروموسوم، هذه تحتوي على خصائص وراثيه. بس خليك ركز اكثر حتى البلازما اوضح لك. الكروموسوم هو الحمض النووي كله موجود بي، موجود بي المسؤول عن التكاثر، المسؤول عن النمو، المسؤول عن كل هاي السوالف. البلازميد هو قطعة منفصلة من الكروموسوم، ما له علاقة بالنمو، ما له علاقة بالتكاثر، لا، يحتوي مثلا على قدرات البكتيريا لمقاومة انتيبايتك معين، هذه المعلومات تكون بالبلازميد. فلذلك في حالة التكاثر هذا البلازميد جزء من عنده أو مرات كلها راح ينتقل للبكتيريا الثانية حتى تأخذ الخصائص مال المقاومة. هذا البلازميد يمتلك خصائص المقاومة، ينتقل للبكتيريا الثانية حتى يعطيها هذه الخصائص. Recombination. Recombination exchange between two DNA molecules it result a new combination of gene on the chromosome. هسه هو احنا راح ناخذ هاي اللي قدام الريكومبينيشن، بس حتى اوضح لك اياها باختصار. عندنا هذا مثلا دي ان اي احمر اللي تشوف قدامك، وهاي قطعه من الدي ان اي الزرقاء، تمام؟ هاي اجت هسه من مكان وهذه قاعده بمكانها، هذه مو دخلت للبكتيريا. العمليه اللي راح تصير انه جزء من هذا الدي ان اي راح ينشلع، وهاي الزرقاء تقعد بمكانه. تشوف هذا الدي ان اي الجديد اللي تكون هو نتيجة دمج الأحمر القديم وهذا الأزرق اللي إجا جديد، هو هذا الناتج اللي مكون من الأحمر والأزرق يسموه ريكومبينيشن. إن شاء الله تكون الفكرة اللي هنا وضحت. خلونا نمسح هذا. horizontal gene transfer يقول لك إنه العملية الانتقال الجينات بين مثلا الكائنات اللي احنا الانسان اللي تصير عن طريق التزاوج بالبكتيريا، اكو طريقة ثانية لانتقال هذه الجينات تختلف عن الانسان. هذا الانتقال بين الجينات هس اللي هو يسموه horizontal او vertical، راح الهوريزونتال والتسمية الثانية مالته lateral جين ترانسفير. هذا راح احنا هسه ناخذ التفاصيل مالته وشنو العمليات اللي تصير، شنو يقصد بالهوريزونتال، العفو الهوريزونتال اللي هو نفسه لاترال. يقول لك بعكس الفيرتيكال اوف جين فروم بارنتال، قلنا اللي هو احنا عندنا اتصال جنسي او لا جنسي مثلا موجود بالكائنات، هنا عندنا الهوريزونتال هو طريقه ثانيه هسه راح نجي عليها. هنا بالهوريزونتال يقول لك هذا راح تنتقل انتيبايتك ريسيستنس. قلنا احنا البلازميد من قبل شويه ضربنا به مثال يمتلك الخصائص لمقاومه مثلا المضادات الحيويه، هذا راح تنتقل من بكتيريا الى بكتيريا اخرى، وهذه هي راح تساهم لنا في الحفاظ او زياده عوامل الضراوه الفايرولنس الى بكتيريا معينه. مثلا بكتيريا الفيرولنس مالها انه ما عندها قدره تقاوم انتيبايتك معين، فعن طريق هذا الانتقال الجيني راح تكتسب القدره لمقاومه الانتيبايتك. genes that are responsible for antibiotic resistance. هذن كلها راح نجي نحكي عليهن هسه بالتفصيل. طبعا هذا اللي يحكي لك على الاكسوتوكسين والاندوتوكسين، عندنا ما بيهن فد اشياء جدا جدا مهمه، لا، الفكره انه دا يقول لك الماده الوراثيه راح تنتقل من بكتيريا الى بكتيريا اخرى، هاي البكتيريا الاخرى راح تمتلك خصائص جديده تكون اكثر ضراوه في تسبيب المرض، وكذلك تكون دفاعاتها اقوى ضد المضادات الحيويه. هذه الفائده من الهوريزونتال جين ترانسفير. نجي الى الميكانيزم، شلون دا تصير هذه العمليه؟ هذه العملية دا تصير الانتقال المادة الوراثية عن طريق الترانسفورميشن، ترانسدكشن وكونجوكيشن. راح نجي ناخذهن وحدة وحدة، فحاول تهدأ وتركز. بعملية الكونجوكيشن افهم الشرح مالتي هسه اللي انا راح
احكي لك اياه اللي راح اسولف لك عليه، وهذا الشرح عوفه بس افهم اللي انا راح اقول لك عليه. شوف، بالبدايه بالمحاضره الاولى قلنا انه البكتيريا تمتلك بلي، هذا الشعيرات اللي حيطن بالبكتيريا من كل جهه. شوف هذن هيجي، هذن عن طريق وحده من عندهن راح يصير اتصال بين بكتيريا واهبه وبكتيريا مستلمه دونر او ريسيبت. عندنا هذا البلازميد، هذا البلازميد اللي دا تشوفه هذا يتكون من طبقتين، من شريطين. شوف هسه احنا عندنا هذه بكتيريا وهاي بكتيريا، اتصلن بيناتهن مثل ما دا تشوف هنا. هذا البلازميد باوع لي يتكون من دائرتين، باوع هنا دائره اولى ودائره ثانيه. الدائره الخارجيه من عندها راح تتفكك وتنتقل للبكتيريا الثانيه، تنتقل توصل لي هنا. بعدها راح انه هاي المستلمه هي راح تكون الطبقه الثانيه مالتها، وراح يصير بلازميد هنا وبلازميد هنا، وبذلك اكتسبت البكتيريا خاصيه معينه في مقاومه المرض. هسه تجين تقول لي ليش هاي عندها بلازميد وهاي ما عندها بلازميد؟ شوف بعض البكتيريا مثلا، احنا خلينا نحكي عن بكتيريا معينه عندها قابلية لمقاومة السفترياكزون، تمام؟ هذه المقاومة للسفترياكزون مسجلة هنا، مسجلة بهذا البلازميد، مسجلة بهذا البلازميد اللي هو هاي الدويرة. فالبكتيريا ايش راح تسوي؟ راح تقترن في بكتيريا ثانية، راح تنقل لها هاي الصفة، هاي الدائرة الخارجية راح تنتقل توصل لي هنا، وبذلك راح تصير البكتيريا الواهبة راح تظل مقاومة للسيفترياكزون، وهاي اللي أصلا كانت ما مقاومة للسيفترياكزون اكتسبت صفة المقاومة. هذه هي عملية الكونجيجيشن. هذه باوعني البلاي اللي عن طريقها تم الاقتران بين البكتيريات اثنيناتهن، هو هنا نحكيلك اياها مسميها البلص. فباختصار هذا بكتيريتين، وحده واهبه وحده مستلمه، صار اتصال بيناتهن. الواهبه انطت صفه المقاومه للمستلمه عن طريق نقل جزء من البلازميد، وهذا وبالنتيجه الواهبه صارت عندها هاي القدره والمستلمه صارت عندها هاي القدره. هسه نجي الى الترانزدكشن. بحاله الترانزدكشن عملية، احنا دا نحكي عن عمليات نقل الصفات الوراثية، اكو عدة. عندنا الأولى الاقتران اللي هو conjunction، سولفت لكم عنه والمفروض صار كلش واضح. الطريقة الثانية اللي هي يسموها transduction، هم ركزوا وياي، إذا فهمتها ما يحتاج تقرأ الشرح. شوف بهاي العملية ايش راح يصير. البكتيريا مثلها مثلنا، البكتيريا مثلها مثلنا، مثل ما احنا كبشر تصيبنا فيروسات وتسبب لنا امراض، البكتيريا ايضا هناك يسموها البكتيريوفيج، هو نوع من الفيروسات يتكون من شفره وراثيه، هذا يجي يرتبط بالبكتيريا. نتيجه ارتباطه بالبكتيريا راح تصير عندنا عمليه، ركزوا وياي حتى تفهموها شنو اللي دا يصير. أول شيء هذا الماكروفيج، شوفوا تشلب بالبكتيريا. الماكروفيج مثل الفيروسات، تذكرني الفيروس ما له قدرة على التكاثر والانقسام إلا يدخل بجسم الإنسان. يعني الفيروس اللي برا ما ينقسم، مثلا الكورونا من يدخل بجسم الإنسان يلا ينقسم ويسوي نسخ من نفسه، يسوي 10 20 30 نسخة، هذا هو الفيروس. هنا بالبكتيريوفيج نفس الشيء، اجل هاي البكتيريا طببوا لها الدي ان اي مالته اللي هو هذا، شوفه هسه هنا طب الدي ان اي، الدي ان اي مالته من طب لي جوا، احنا ايش قلنا اخترق البكتيريا وطب لي جوا، عنده قدره على الانقسام من راح يطب الى داخل جسم الخليه، ومثل ما تشوفون بهذا الرسم انقسم كون نسخ لنفسه، هاي وحده هاي اثنين هاي ثلاثه هاي أربعة. هذن النسخ
باوعلي. الدي ان اي اللي عندهن هو الاخضر، وشوفه كله لونه اخضر اللي هو الاصلي مال الماكروفيج. شوفه هذا الاصلي مال الماكروفيج الاصلي، او اصلا اللي سوى الهجوم باوع، هذا اللي سوى الهجوم ما راح ياخذ الدي ان اي مالته، لا راح ياخذ الدي ان اي مال البكتيريا نفسها. باوع هذا الدي ان اي البنفسجي هو اخذه. فسركزوا وياي، هذني راح يطلع، شوفن طلعا كل واحد راح يشوف حياته ومستقبله. احنا شغلنا بهذا اللي اخذ مال البكتيريا، هذا اللي اخذ مال البكتيريا راح يسبب، راح يسوي لنفس القصه. شنو القصه اللي راح يسويها؟ هذا طلع وراح احتل بكتيريا جديده. هسه هو دا يحتوي على الدي ان اي مال البكتيريا اللي هاجمها بالبدايه، اللي اخذها من نانا، شوفه اللي اخذها من نانا، احتل بكتيريا جديده طبب لها هذا الدي ان اي. هذا الدي ان اي مال البكتيريا مو مثل مال الفيروس، مال الفيروس بالبدايه شوفه هذا الاخضر منطب، استنسخ نفس الفيروس صارت نسخ من عنده، شوفه صارت نسخ من عنده. اما مال البكتيريا ما يقدر يسوي نسخ، ايش راح تصير؟ راح تصير هذا الدي ان اي راح يندمج ويا دي ان اي البكتيريا الجديده، يصير ريكومبينيشن. فهاي القطعه الصغيره مال هذا الدي ان اي هنا اندمجت، وبالتالي الخاصيه الوراثيه مال البكتيريا الميته، هاي البكتيريا الميته انتقلت الى هذه البكتيريا. اذا فهمت هذا الحكي عن الترانزدكشن، هسه انت صرت ذيب، روح شو يسالك عن الترانزدكشن راح تقدر تجاوب. اما اذا ما قدرت فادرخوا ويمشي. شوف هنا هم ما حاكي لك، قايل لك اكو جنرالايزد ترانزدكشن واكو سبيشالايزد ترانزدكشن. انا اعرف الهن لاني ما راح احكي لك اياهن باختصار، انت بعد تستوعبهن استوعبهن، ما تستوعبهن مشكلتك الضبط. شوف لي، احنا قلنا بالبدايه هذا البكتيريوفيج احتل هاي البكتيريا، طب الدي ان اي مالته هنا أنا. استنسخ نفسه الى عده نسخ، ونتيجة إلى أنه استنسخ نفسه إلى عدة نسخ، واحد من عدهن أخذ الدي أن أي مال البكتيريا، تمام؟ ومن أخذ الدي أن أي مال البكتيريا ماتت هاي البكتيريا القديمة. هسه إحنا عدنا البكتيريا الجديدة، طبب لها الدي أن أي مال البكتيريا الميتة، وتكون عدنا دي أن أي جديد يستلم الخواص الوراثية. هذا الجنراليز، استلم كل الخواص. في بعض الأحيان، الدي ان اي اللي ينوخذ هذا البكتيريوفيج راح يتكون من جزئين، راح يظل عنده دي ان اي، جزء من الدي ان اي مالته، وكذلك راح ياخذ جزء من دي ان اي البكتيريا، فراح يصير جزء محدد، ما راح ياخذ الدي ان اي مال البكتيريا كلها، لا راح ياخذ بس جزء محدد منها، مثلا الجزء الخاص بمقاومه نوع معين من الانتيبايتك، هاي راح يصير تخصص وينقله الى البكتيريا الجديده. زين هذا هو الترانزدكشن. هسه الترانسفورميشن، هم ركزوا وياي بالترانسفورميشن حتى تفهمون شنو هو الترانسفورميشن. ترانسفورميشن شيء جدا بسيط. شوف هسه احنا بالترانسفورميشن هذه عندنا بكتيريا دا تمشي بامان الله، تمام؟ هاي البكتيريا اللي هي دا تمشي بأمان الله، هذا دي ان اي مشمور بالقاع، تمام؟ هذا دي ان اي بلازميد مشمور بالقاع. اجتي هذه البكتيريا اكلتها للدي ان اي، كلتها شوفها صار بداخلها، هاي القصة وما بيها. ورا ما اكلتها شنو العملية اللي راح تصير؟ هذا من اكلتها عندنا هذا الجزء من عنده، هذا باوع لي حتى توضح الفكرة عندك. هسه هذا الدي ان اي داخل جسم الخلية، جزء من الكروموسوم الاصلي مال البكتيريا هذا راح يطير، تمام؟ راح يتفتت ويجي الدي ان اي اللي كلته يقعد بمكانه، فراح يتكون عندنا، يصير الكروموسوم مال البكتيريا هيجي اخضر
وهذا الجديد قعد بمكان أو قعد بمكان جزء من هذا الكروموسوم، فراح يصير هيك بهذا الطريقة. شوفه أخضر وأحمر، هذا هو الترانسفورميشن. ترانسفورميشن أحكي لك إياه باختصار، طبعا نفس هذا الحكي اللي أحكي لك إياه مو عبالة كان جايبه من الفضاء الخارجي، نفس الحكي اللي موجود هنا وأنا دا أبسط لك إياه. طبعا أحفظ من أنا إنه هذا أقل شيء عن بالإيوكاريوت. نرجع دي إن إيه مشمور بالقاع، إجت البكتيريا أكلته، من أكلته هذا قدامك إجا جزء من الكروموسوم مال البكتيريا طار، وإجا الدي إن إيه الجديد اللي أكلته قعد بمكانه فتكون عندي هذا الكروموسوم. صار عندي ريكومبينيشن، كروموسوم يتكون من الخصائص الوراثية للبكتيريا الأصلية بالإضافة إلى الدي إن إيه اللي أكلته، فاللي هو هذا باوعه، هذا اللي هو تكون عند الناتج النهائي. شوفه أخضر بالإضافة إلى الدي إن إيه اللي أكلته، هذا بحالة إنه صار عند الترانسفورميشن ناجح. إذا صار مو ناجح صارت بمشاكل، لا هذا مرتبط هنا ما نجح، مثلا ما نجح سوته صار هيك وما نجح، راح يتفتت هيك يصير وينطرح لي برا. هذا هو الترانسفورميشن، إن شاء الله تكون العملية مالته واضحة. ترانسبوزون باول ترانسبوزون باختصار حتى انت تكون الفكره واضحه عندك. هذا عندنا مثلا الكروموسوم، خوش حكي هذا الكروموسوم قطعه من عنده تقمز باوعها، هاي القطعه الزرقاء تقمز، هاي تقمز شبيها، هسه هي مو هنا لها قابليه للتقمز، راح مثلا تروح تغير مكانها، ساي خلنا نمسحها من هنا، غيرت مكانها راحت وقفت هنا، خوش هاي بنفس الكروموسوم غيرت مكانها من مكان الى اخر. ممكن هاي القطعه احنا مو عندنا كروموسوم وبلازميد، طارت من هنا وراحت حطت على البلازميد، او احتمال هاي القطعه تكون موجوده بالبلازميد تطير من البلازميد وتروح تقعد بالكروموسوم. ف عملية الانتقال هاي مال القطعة مال الكروموسوم من هاي القطعة مال الدي ان اي من الكروموسوم الى البلازميد، او من البلازميد الى الكروموسوم، او من جزء من الكروموسوم الى جزء اخر، او من جزء من البلازميد الى جزء اخر، هذه هو الترانسبوزون. ان شاء الله تكون الفكرة مالته واضحة. لي هنا هذه المحاضرة خلصت، ان شاء الله تكونون افتهمتوها وان شاء الله اكون بسطتها ولو قدر الإمكان. إن شاء الله التوفيق لكم جميعا.